صدمه الانفصال طبعاً. وانت طفل خلتك عندك خوف من كل انواع الانفصال طبعا يعني، وعندك تعلق زايد جدا بالناس اللي بتحبهم لانك خايف من سيناريو الانفصال بالظبط يعني. ففي صداقاتك في كل حاجه بقول لك، حتى يعني انفصال كمان بيحمل، خصوصا لو ولد بيحمل الطفل مسؤوليه. يعني مثلا انا لما عشت مع امي وكان عندي 14 سنه، انا خلاص ابتديت ابقى راجل كبير وانا عندي 14 سنه. ما اني تخيلت ان انت هتكون مثلا دلوعه مامتك. لا بصي، هو الاثنين، او ابن مامتك امي أو. على الاقل انا بحب امي. امي بالنسبه لي يعني ربنا يديها صحه وطول العمر يا رب العالمين بجد. كانت نوع من انواع مرضي برضه، يعني ان انا طول الوقت بفكر وبقول ربنا لا انا مش هستحمل ان يحصل لها حاجه، انا عايز ابقى قبلها يعني باي طريقه. بعدين لقيت ان هي ما بتمشيش كده، بتمشي زي ما قلت لك بالرضا. خلاص لازم تعيش في الواقع، ما تعيشيش في البابل بتاعت لا اكيد هي مش هيحصل لها حاجه، انا اكيد ربنا هيسمع كلامي ياخدني أو لا 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 مش هيحصل. اي ثينك ان طبعا الدعاء يرد القدر، بس الدعاء بطريقه ايجابيه. يعني ما ينفعش اقول له ربنا قرر له اعمل ده قبل ده او اعمل ده قبل ده، ممكن اطلبها بس مش صح. ومع فراق الناس بحبهم، مثلا يعني جدتي مثلا، امي كانت بالنسبه لي زي امي اكتر. لما توفت عايز اقول لك، احكي لك موقف غريب جدا. مثلا انا كنت قبلها بسنتين، انا كنت مرتبط بيها جدا، ابتديت ما اروحلهاش خالص. ليه؟ في السب كونشس مايند يعني في عقلي الباطن كنت بجهز نفسي ليوم الفراق ده. كانت كبرت وكنت حاسس ان ده هيحصل قريب، فابتديت ما اروحلهاش. حتى يوم موتها كلهم شافوها كلهم، انا ما رضيتش ابدا. حتى ساعه الدفنه، انا وقفت بعيد بعربيتي بعيد خالص فجاه، وانا والله العظيم زي ما بقول لك، وكان كل احفادها اللي هم تقريبا قدي كلهم ولاده. انا نزلت اتمشى من العربيه من الزهق وبعيط طبعا ومش مصدق اللي حصل. لقيت حد ولاد خالاتي كلهم بيندهوا عليا من بعيد، حسام حسام حسام. فرحت سبونتينيس، رحت وانا مش بفكر ايه اللي هيحصل. هي كان في عندها اثنين فيفورت في العيله، احساسي يعني، انت ومين؟ وماي كازن تاني اسمه باسل. ده اللي كان عايش معاها لحد ما توفى. فجأة لقيتهم بيروح حسام حسام تعالى، وانا رايح مش فاهم، انا مش مركز انا بعمل ايه. لقيته بيقول تعالى عشان تشيل جدتك انت في الاخر. انا اللي شلتها ونزلت في حته انا كنت لا يمكن اتخيل ممكن اعملها، ما اعرفش ليه، بس هو لا، فديت احس ان لا انت لازم تعيش الواقع. هي اراده ربنا حطتك في الموقف اللي انت تجنبته كل الاشكال. لا وانتوا ليه تندهولي؟ ما انتوا ولاد وكتير ممكن تعملوا كده، ليه تندهولي انا؟ ليه؟ فحسيت ان ربنا بيديني درس ان انت مش هينفع تهرب من اوجاعك، انت لازم تشوفها ولازم تواجهها ولازم ترضى. اول مره رحت لطبيب نفسي كان عندك كام سنه؟ كنت صغير. من بعد موضوع الانفصال ده مثلا بسنه سنتين، اما ابتديت احس ان انا لا، سلوكي والاتيتيود بتاعي اختلف، بقيت الطفل اجريسيف، زعلي بقى سريع، غضبان على طول، بيجي لي بانيك اتاكس. انا مش فاهمه في السن ده، مش عارف يعني ايه بانيك اتاكس طبعا، وخايف من الموت. فعرفتها يعني، عرفتها يعني لما ابتديت اروح الدكاتره، ابتديت افهم انه علاقتنا مع كل حاجه شبه يعني. اتسالت سؤال مثلا، انت ايه علاقتك بباباك؟ ابويا شخص بحبه جدا طبعا وبكنني كل الاحترام، بس انا لما حصل الانفصال انا عشت مع امي، وابويا كان راجل طف، فكنت شويه بخاف منه. فسالتني انت ايه علاقتك بابوك؟ قلت لها بحبه جدا بس بخاف منه. فقالت لي طب وخوفك منه ده بيخليك تعمل ايه؟ قلت لها بصراحه يعني ما بروح اشوف، ببقى نفسي اشوفه ونفسي اطمن عليه، بس حامل هم ان انا لو شفته ممكن يحصل خناقه بسبب اي حاجه يعني مش متوقعه، هتضايق منه، هخاف منه. فانا بحاول اتجنب الكلاش ده. قالت لي طب وايه علاقتك بربنا؟ قلت لها انا بحب نفس العلاقه، بحب ربنا جدا 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 ودايما في دماغي، بس حاجه غريبه جدا ما بصليش. قالت لي انت بتهرب من مواجهته، نفس الحكايه ان انت لما خايف تبقى مزعله فيبقى غضبان عليك، فاقف قدامه واقول له بالظبط هقول له ايه بقى ساعتها. فبحاول اتفادى الاتصال المباشر مع ربنا وانا واقف بكلمه، بس لقيت ان ده طبعا غلط، لانه عارفه الاتصال المباشر بيعلمك المواجهه والفضفضه زي ما قلت لك والاعتراف، وبيحطك في حته مع نفسك، بيحطك كمان
كأنك واقف قدام المراية مع نفسك حقيقي طبعاً. شايف نفسك بجد طبعاً. شايف عيوبك، شايف مشاكلك، شايف أخطائك، شايف رغباتك طبعاً. بينما الهروب، الهروب في نوع من أنواع الكذب على فكرة. أنت طبعاً. بتكذب على نفسك طبعاً. أنت أكيد عارف اللي جوه نفسك أن ربنا شايف عيوبك، مش محتاج أنك يعني هي الصلاة بالنسبة لي تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، هو ديسيبلين يعني هو التزام، يعني أنا كل شوية هقف قدام ربنا فده هيقلل أخطائك، لكن اتصالك بربنا موجود طول الوقت، هو شايفك طول الوقت، فانت مش محتاج تكذب على نفسك وتقول انا ههرب من الصلاه عشان ربنا ما يشوفنيش مثلا، او ما اقفش اقول له انا عملت كذا وكذا، ما هو اوريدي عارف كده، اوريدي فاهم كده. فلا، لقيت انه لا بالعكس، الدينايل او الاحساس انك تتجاهلي حاجه حقيقيه في حياتك وتهربي منها، ده مش بس جبن او لا لا لا، هو بيحملك اعباء اكتر. عارفه لما تكوني انت عماله مثلا عندك واجبات فسبتي واحد ورا الثاني ورا الثالث، فلقيتي بقى عندك 20 واجب، بقى عندي مشكله اكبر بكتير. لكن لو كنت واجهت اول باول وخلصت من المشكله مشكله اول باول، التراكمات دي مش هتبقى موجوده، يعني امراضك النفسيه ما تكبرش قوي، بتحاولي تتخلصي منها واحده واحده. مفيش حد طبعا بيخف كومبليتلي من الامراض النفسيه، بس بيعرف يتعامل معاها، والتعامل معاها بقبول ورضا بالظبط زي ما انت قلتي بالظبط، وانه يفهم ويعترف ان انا مريض في دي، انا عندي مشكله في الحكايه دي. في رايي ده 60 أو 70% من العلاج، ان البني ادم يبتدي يوعى